دي بلا اهداف. خلينا يعني بعد ما نشوف اللقطه دي نشوف تقرير سريع عن المباراه اللي قدامنا ما بين اسد المحله والمنصوره واللي انتهت بالتعادل 2-2. نرجع بسرعه هناخد تشكيل الاسبوع وهناخد بسرعه نتائج الدرجه الثالثه وابرز الاهداف. يلا بينا. الحمد لله. طبعا بشكر اللعيبه الرجاله انتوا شايفين ظروف الماتش يا جماعه لغايه النهارده. احنا مش عايزين نتكلم على الحكام ولا حاجه، بس الكور النهارده 5 ماتشات ب7 ضربات جزاء علينا في ال5 ماتشات اللي فاتوا 7 ضربات جزاء. شوف النهارده ضربتين جزاء اللي اتحسبوا، احنا ما بنقولش مبررات ولا اي حاجه، بس هتشوفوا ما تشوفوا في الاعاده وشوفوا الكلام ده كله. انا في الاول في الاخر بشكر اللعيبه الرجاله وبشكر رئيس النادي الاستاذ محمد الحليبي على المجهود اللي بيبذله معانا. انما الحمد لله الاداء كويس ومبسوطين منه. انما الوضع الطبيعي احنا النهارده بنمر بمشاكل صعبه جدا، يعني مشاكل صعبه جدا بالنسبه للامكانيات وبالنسبه للفلوس وبالنسبه لموضوع الملعب. مباراه كويسه، مباراه تليق بفريقين محترمين، نادي صيد المحله ونادي المنصوره. خليني من خلالكم بشكر الجهاز الفني السابق لنادي المنصوره، دي كانت اول مباراه وكنت اتمنى انها تكون فوز، لكن الحمد لله على كل شيء. الشوط الاول كان شوط جميل، شوط كويس، قدرنا نسجل ونستحوذ وكان لنا الغلبه. الشوط الثاني كان مناصفه بيننا وبين نادي الصيد. بقول للاعيبه نادي المنصوره الف شكر على الجهد النهارده المبذول، كنتوا على قد المستوى. ان شاء الله كل موقف في حياتنا بيقابلنا لازم نستفيد منه. النقطه الاولى ان احنا لما بنلعب كوره بيبقى لنا شكل، ولما بتقدر تقتل المباراه وتجيب الجون الثالث والرابع لازم يعني تهتم جدا جدا، لان الفرصه ما بتتعوضش. تاني حاجه ان المباراه ما بتنتهيش غير مع اخر صفاره للحكم، ادي من 2-0 ل2-2 كل شيء وارد في الكوره. واحنا لسه قدامنا احسن مثال سموحه والاتحاد السكندري من 4-1 ل4-4. انما انا راضي عن اللعيبه، بدات الحمد لله يبقى لها شكل ويبقى لها اسلوب والثقه رجعت لها. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل بفضل الله سبحانه وتعالى لنادي المنصوره. الحمد لله على النتيجه اللي احنا قدرنا نرجع الماتش. دخلنا ما بين الشوطين، الكابتن ادانا دش جامد، قدرنا الحمد لله اللي احنا ننفذ التعليمات، نضغط قدام على فرقه المنصوره، فرقه كويسه معاهم جهاز محترم لسه حماس وضغطوا علينا في بدايه الماتش. الحكم حسب لهم ضربتين جزاء، كان لينا جون احنا في بدايه الماتش برضه، انا جايب جون ما الكوره ما فيهاش اي حاجه، لو الحكم كان في عدل شويه كانت الكوره دي اتحسب الجون، كانت دخلتنا الماتش. بقول الحمد لله على النتيجه، الحمد لله على الجونين، لعيبه رجاله طيب نفذنا تعليمات الجهاز الفني زي ما هو قال لنا، ضغطوا علينا الفرقه من قدام، والحمد لله قدرنا ان احنا نرجع في النتيجه. احنا فرقه كويسه ومعانا لعيبه كلها كويسه، لعيبه صغيره تقدر ان شاء الله اللي هي تعمل حاجه كويسه الفتره اللي جايه.